الإمارات تعود لصدارة المشهد اليماني بقوة. فاصل الخبر، أهلا بكم. عادت الإمارات للتحرك في الملف اليمني بقوة، يتزامن ذلك مع تحركات أمريكية وسط مخاوف من اكتثاث مكاسبها. ووجهت الإمارات باستئناف صرف مرتبات مقاتلي المجلس الانتقالي بالدرهم. وأفادت وسائل إعلام تابعة للانتقالي بأن التوجيهات قضت بصرف 1000 درهم لكل الفصائل التي تم إعادة تأهيلها ونصف المبلغ لعناصر الفصائل التي لم تتلقى تدريبات بعد. وجاء استئناف الإمارات صرف المرتبات لعناصر الفصائل الموالية لها مع تطورات جديدة في المشهد اليماني تقوده أمريكا، وبرز بإشهار ما يعرف بالتكتل الوطني للأحزاب السياسية. ويتصدر التكتل حزب الإصلاح، أبرز خصوم الإمارات ومن تعرض لضربات قاسية على يدها. وتزامن توجيه صرف المرتبات لمقاتلي الانتقالي مع زيارة محمد بن زايد لطارق صالح الذي تعرض لحادث في وقت سابق، حيث وصل أبو ظبي للعلاج.